آخر شيء في المشروع اللي هو ديزاين اوف فوتينجز. فإذا أنكم فاكرين كان عندنا أربعة أنواع من الأعمدة C1 وC2 وC3 وC4. فإذا فاكر هاي البلان، تمام، C1 أربع أعمدة على الداير، هاي الكورنر، وفي عندنا C3 هاي واحد هون واحد هون، وفي عندنا C2 واحد هون واحد هون وC4، تمام. والمحاضرة الماضية طلعنا كم الاكسل فورس الكومبريشن الموجود على كل عمود، مظبوط. فتلخيص للجدول اللودز اللي على الأعمدة، تمام، في عندنا العمود C1 عليه 921.8 كيلو نيوتن. طبعا ما تنساش لما بدك تعمل ديزاين للفوتينجز انك تكون ضارب عدد الطوابق، مش انه تصمم فوتينج لطابق واحد، صح؟ لذلك اذا انك فاكر هذه الاشياء او هذه الارقام هي كانت من المحاضره الماضيه للطابقين اللي انا عندي، مشروعي كان في طابقين. لذلك حسبت كم اللود من طابق واحد على كل كولوم وضربنا في اثنين. لذلك هذه الأحمال على العمود يعني التحتاني آخر عمود تحت اللي بيكون قاعد على القاعدة. إذا أنك فاكر من شرح ماضي وإذا أنك بتتابع وإذا أنك دارس الفوتينجز، حتى نعرف مساحة الفوتينج بدنا اللود سيرفيس أو الأنفاكتور أو الوركينج أو بي ديد زائد بي لايف وذاوت ال 1.2 وال 1.4 وال 1.6. فاحنا كيف بدنا نجيب من بي التيميت بي سيرفيس؟ طبعا امامنا اكثر من طريق. الطريق الاولى انك ترجع للنماذج الانشائيه تبعين الجسور، بدل ما تحط عليهم دبليو التيميت وتطلع الرياكشنز، لا بتروح تخلي الديد لود لحال واللايف لود لحال، تطلع رياكشن من الديد ورياكشن من اللايف وبتجمعهم، تمام. يعني بترد ترجع تحلل الجسور مره ثانيه. أنا رأيي هذا الكلام يعني فيش داعي له. لذلك أنا شو عامل؟ مقسم بي ألتيميت، تمام، على فاكتور 1.3 علشان أحول من الألتيميت للسيرفيس. هسا ليش 1.3؟ ذكرت لك سابقا بشرح هيك معين إنه أصلا كيف أنت بدك تجيب البي ألتيميت؟ بدك تستخدم لود فاكتورز 1.2 الديد و 1.6 اللايف. فالافرج ما بين ال 1.2 وال 1.6 هو 1.4، مظبوط 1.4. لكن انت بتعرف انه مجموع الديد ازيد من اللايف، لذلك الافرج بيكون ميال واقرب لل 1.2، ماشي، مش لل 1.6. فبدل 1.4 اللي هي الافرج انا اخذت 1.3. اذا قسمت كل رقم من هذه الارقام اللودز على الاعمده، قسمتهم على 1.3 عشان اطلع السيرفيس لود، فكل كولوم هيك صار عليه سيرفيس لود، تمام. بالنسبه للديزاين طبعا انت لازم تاخذ وزن القاعدي ايضا بعين الاعتبار. طبعا القاعدي برضه ما عندك ابعادها، وده لا القاعدي ما عندكش ابعادها، لذلك ايضا بتضرب اللودز اللي عندك بريشيو. انا مثلا ضارب في 1.1، وحكيت لك في المحاضره الماضيه احنا لما يعني اذا انك فاكر حسبنا الوزن على الاعمده او اللود على الاعمده، اعتبرت وزن الاعمده 10% من اللود. اذا فاكر ضربنا اللود في 1.1، مظبوط. ايضا انا هنا الوزن القاعدي رديت ضربتها في 1.1، يعني شايف هذه البي سيرفيس ضربتهم في 1.1 علشان اخذ وزن القاعده بعين الاعتبار، وايضا البي التيميت ضربتها في 1.1 علشان اخذ وزن القاعده بعين الاعتبار. طبعا هذا الكلام ابروكسيميشن بس اكيد يعني منيح بالسيف سايد. طبعا انت بامكانك تعمل شيء ادق، يعني مثلا حاليا الاعمده مصممين، صح؟ اذا لو بدك بترجع بتعدل اللودز على الأعمدة بطريقة أحسن، ليش؟ لأنهم صاروا الأعمدة أبعادهم موجودة معك.
تمام، مش بس ال 1.1 اللي حكينا عنهم سابقا. فلذلك انا رايي كويس هيك، يعني هاي البي التيميت رسمنا بي التيميت على 1.3 طلعنا بي سيرفيس. بالنهايه في الديزاين بدك التيميت وبدك سيرفيس. رديت ضربت هذه الاشياء في 1.1 علشان اخذ وزن القاعده بعين الاعتبار. فانا هون بدي اصمم لك قاعده واحده، يعني لاحظ القواعد يعني الاعمده C1 وC2 وC3 C4 كل نوع من انواع الاعمده بده قاعده. اذا كان في اكسل لود قريب ممكن نصمم واحده منهم ونعمم يعني. لكن هي مثلا السيرفيس لود، شايف القاعده الاولى مثلا 780، ثاني 1236، اللي بعد 1546، اللي بعد 2276. هسه 780 لل 1236 بعيده، اما اذا بدك تقول مثلا هذول الثنتين قراب ممكن تمشيها، يعني 1236 و 1546 تصمم على 1546 وتستخدم القاعده تبعت C3 ل C2 ماشي. اما اكيد 780 ل 1236 او 1546 لل 2276 بعاد طبعا برجع لك زي ما ذكرنا، او خلاص بتصمم هذول الاربع قواعد ما في مشكله. ولذلك انا هون بدي اصمم لك قاعده واحده لان بالنهايه نفس البروسيجر، فانا بصمم لك اكبر قاعده اللي هي قاعده العمود C4 عليه سيرفيس لود 2276 كيلو نيوتن يعني حوالي 227 طن، والالتيميت 2959 كيلو نيوتن. فبدنا نعمل ديزاين لهذه القاعده طبعا نفس المثال اللي شرحناه في شابتر الفوتينز تمام. فهي ديزاين اوف فوتينج فور كولوم C4 سميتها F4 سي كولوم والاف فوتينج تمام. يعني بامكانك تصمم اربع قواعد تسميهم F1 F2 F3 F4. F1 قاعدة C1، F2 قاعدة C2، F3 قاعدة C3، F4 قاعدة C4 تمام. طبعا ما في اي حاجة جديدة نهائي. ديزاين اوف فوتينج فور كولوم C4 اللي اسمها F4 تمام. فاذا انك فاكر واذا انك دارس، اول خطوه هي انك تعرف مساحه القاعده. The area of footing AF بتساوي بي سيرفيس على كيو الاوبل. البي سيرفيس 2276 هاي C4 هاي سيرفيس لود 2276. طبعا انت عارف هذول العمودين نفسهم هذول بس مضروبات في 1.1 لاخذ وزن القاعده بعين الاعتبار. اذا الاريا اوف فوتينج 2276 على البيرنج كاباسيتي، معطي معنا في المشروع انه قدره تحمل اضطرابات 300 كيلو نيوتن لكل متر مربع. يعني لو انت عملت بالموقع قاعده متر في متر وحطيت عليها لود ظليتك تزيد باللود، فالقاعده بتقدر انك تقول انها بتحمل 300 كيلو نيوتن. يعني قاعده متر في متر تحمل 300 كيلو نيوتن. فاذا 2276 تقسيم 300 بتطلع 7.59 متر سكوير. ما دام انا عندي العمود مربع اذا انك فاكر، وفي نص السؤال مطلوب منك قاعده مربعه، اذا ال L بتساوي ال B ابعاد القاعده هم جذر ال 7.59 اذا 2.8. اذا هذه الخطوه اعطتك البلان للقاعده. البلان 2.8 في 2.8. والعمود احنا صممناه هذا C4 اذا انك فاكر مصمم سابقا طلع 0.45 في 0.45. اذا هذه القاعده كانه عندك الكانتيليفرات اللي على الداير 1.175. طبعا في نقطه مهمه في الواقع، مثلا انا هون حسبت مساحه القاعده وطلعت 2.8 في 2.8. طب افرض انا عندي هون قديش هن اربع قواعد صح؟ طيب الاربع قواعد هذول ماشي حسبت مساحه كل وحده وصممتها. هسا الاصل قبل ما انك تكمل تصميم بس بتوجد مساحه القواعد فقط. بس مساحه. يعني مثلا القاعده C4 F4 هي 2.8 في 2.8. قاعده مثلا C3 مثلا 2.6 في 2.6 مثلا.
واحد سي 2 مترين في مترين مثلا، واحد سي 1 اصغر مثلا متر 40 في متر 40. بس المفروض انه تاخذ هذه الابعاد ترسمهم في البلان، صح؟ ليش؟ لانه بجوز تداخله، مش هيك؟ انت المفروض شايف هاي الاعمده، المفروض كل عمود ترسم المربع اللي تحته علشان تشوف قديش ضل مسافه ما بين قاعده والثانيه، مزبوط؟ يعني مثلا احنا يعني الاصل انك في الاوتوكاد ماشي ترسم مربعات حسب اللي بيطلع معك، تمام؟ هيك الهندسه وهيك الواقع. طبعا انت عارف السبب، الله اعلم ليش، لانه ممكن داخله، صح؟ فانت قبل ما تعمل ديزاين انت بس بتوجد يعني بتجيب اللود بتقسمه على البيرنج كاباسيتي، بتاخذ الجذر بترسمه في الاوتوكاد. بالهندسه مهمه جدا هذه المسافه. طبعا احنا يعني انا طبعا في مشروعكم يعني اعتقد اني اخذت الارقام بحيث انه ما يصيرش تداخل، يعني مرات بتطلع حجم او مساحه القاعده ومساحه القاعده كبير بحيث انهم يخشوا في بعض. يعني مثلا بجوز تطلع هذه القاعده هي، صح؟ والثاني مثلا هي، طلع شو هالورطه. لما يكون عندك حالات زي هذه، في عندك شو دنك فاكر بالمقدمه؟ في كومبايند فوتينج، كومبايند فوتينج قاعده لعمودين. مثلا افرض انه انت رسمت هذه الرسمه وطلعوا معظم القواعد من الداخلات او انهم المسافه بيناتهم قريبه، بنعمل شو؟ مات فاونديشن او فرشي او رافت فاونديشن، يعني قاعده واحده تحت كل الاعمده. لذلك الواحد دائما هيك، يعني تخيلوا واحد يعني ما بفكر مليح، تمام، وعنده مثلا 60 عمود، ماشي 60 عمود، وزعهم جروبات، طلع مثلا 15 قاعده وقعد يصمم فيهن يومين ثلاثه، صممهن مسلحهن كله تمام، وبعدها عمه فطن يرسم البلان تبع القواعد وكلهن خشين في بعض. شو رايك بهذا العمل الهندسي؟ كارثي، صح ولا لا؟ فهذا مهندس نصفكم، تمام. اذا الاصل انه انت في البدايه تعرف مساحات القواعد هذه بالداخلي مع بعض او لا، او انها قريبه من بعض او لا، تمام. فهذه نقطه مهمه جدا جدا جدا. طبعا احنا هون مشروعنا صغير، يعني حتى لو واحد غلط بعيدهم، يعني مش شيء يعني، لكن انت بالنهايه بدك لازم تشتغل شيء بروفيشنال وشيء يعني عملي ويعني وهندسي وكويس يعني. لذلك بعدين تنساش انه قضيه معرفه المساحه بدهاش وقت طويل، صح؟ يعني نص صفحه او حتى من غير ما تكتب لو بدك، معك اللود مباشره بالآلة الحاسبه بتطلع بعد في بعد والاوتوكاد بجنبك، ماشي، بترسمها. فهذه نقطه مهمه برضو في مشروعك انت، في مشروعك بدك تقدم بلان للقواعد. يعني في اذنكم عاش حكينا لكم بالمحاضرات الماضيه، يعني الافضل انه انت من صاحب جوجل تشوف مخططات عالميه كيف بتكون. لذلك في مخطط عالمي هو فوتينجز لاي اوت، اسم المخطط فوتينجز لاي اوت، اللي هي الرسمه هذه، تمام. بس طبعا مش اكسات، يعني زي ما انا راسم الاعمده زي ما انتم راسمين، يعني بالاوتوكاد، تمام. وكل شيء طبعا تو سكيل، انت عارف يعني بعد ما انك ما انت تنهي تصميم الاعمده بتكون عارف ابعاد الاعمده، صح؟ وبعد ما تنهي تصميم الفوتينجز تكون عارفها. لذلك بده يكون كل حاجه تو سكيل، مش تحط اعمده من عقلك اللي انت طردتهم في البدايه، بالنهايه خلاص ما صار الاشياء عندك واضحه تماما. ففي عندك مخطط او بلان اسمه كولومز لاي اوت، مخطط ثاني فوتينجز لاي اوت، في مخطط او شيت كولومز ديتيلز، شيت ثاني مثلا فوتينجز ديتيلز، تمام. هيك الحياه. فنرجع للديزاين. نرجع للديزاين يا جماعه يا محترمين. هاي عندنا، إذا أول خطوة مساحة القاعدة
وطلعت 2.8 و2.8. ماشي، هاي قاعده خير وبركه 2.8 و2.8، والكانت ليفرات على الداير 1.175. الخطوه الثانيه اذا انك فاكر ثيكنس اوف فوتنج، سماكه القاعده. تمام؟ طبعا اذا انت برضو دارس يعني المثال اللي كان في تشابتر الفوتينجز، في تشابتر الفوتينجز علشان نعرف سماكه القاعده كان المثال ملخصه انه من الشير العادي اللي اسمه شير او اسمه وايد بيم شير، خلينا الفي التيمت تساوي الفاي في سي اذا انك فاكر، طلعنا دي فكانت معادله وطلعنا دي، وبعدها رحنا للبنشنج شير عملنا تشيك هل هذه دي اوكي ام لا، هيك اشتغلنا. تمام؟ وانت بتعرف انه في بروسيجرات مختلفه، المهم انه انت بدك تجيب دي تطلع مليحه للوايد بيم شير ومليحه او كافيه للبنشنج شير. انا هون عامل اسيوم او اسامبشن، يعني عامل اسامبشن للسماكي، هيك اجتهاد. فاذا بتلاحظ كاتب تراي اتش 700 ملي ودي 620، تعرف دي كيف تنجاب بالتقريب شرط حرفي. اذا تراي اتش 700 ملي ودي 620، طبعا مجرد ما حكيت انت تراي دي 620 معناها صار عندك انت ما في اي مجهول بالمره، صح؟ لا في قوانين البنشنج ولا في قوانين الشير العادي، بس بدك تعمل تشيك يعني. فانا هون عامل تشيك، اول حاجه بتعمل تشيك، طبعا الترتيب مش مهم، يعني بدك تعمل تشيك للبنشنج قبل الشير العادي، بدك للشير العادي قبل، برجع لك. انا هون عامل تشيك بنشنج شير قبل. فاذا فاكر في الفي سي هي قدره تحمل القاعده للبنشنج، فاذا انك فاكر في ثلاثه فورمولاز توجد رقم ورقم ورقم وبتاخذ الرقم الصغير 0.33.17.083 موجودة. لمدا اس اذا انك فاكر هذه ديبث فاكتور وفي القواعد كانت واحد، صح؟ انا هون حسبت لك اياها بس عشان اعرف قديش يعني، هيك يعني داخليا اعرف قديش تطلع يعني، فطلع معي هون 0.76 بس احنا راح نستخدمها واحد. اذا لمدا اس واحد ولمدا واحد عشان عندنا نورمال ويت كونكريت، اف برايم سي 28 جاهزه، البيتا اذا انك فاكر اللونج سايد على الشورت سايد الكولوم احنا عملتنا مربعه معناها البيتا واحد، الفا اس هي فاكتور العمود دائما عندنا داخل، الفا اس 40 اذا انك فاكر، دي هي 620 ضل بي نود، صح؟ بي نود. فالبي نود العمود اللي انا مثلا مصمم بدي اصمم قاعدته كنت مصممه اللي هو 450 في 450 ملي. اذا هذا المربع 450 في 450. واذا فاكر الكريتيكال سكشن في البنشنج ات ديستانس دي اوفر 2 فروم فيس اوف كولوم. اذا انت يعني هذا الخط المتقطع بده يكون شكله شكل الكولوم حرفي لكن باعد عن وجه الكولوم دي اوفر 2. يعني 310 اللي هي نصف ال 620. إذا البي نود هي طول هذا الخط زائد طول هذا الخط زائد طول هذا الخط زائد طول هذا الخط، يعني 4 في 1070. فالبي نود 4280 ملم. إذا باختصار كل شيء في هذول الثلاث معادلات معروف. فبتطلع رقم 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 تاخذ الصغير، هي طلعنا رقم 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 واخذنا الصغير، هي في سي 4675 7162 9084. اصغر واحد فيهم 4675 هذه في سي. طبعا انت بتقارن الفي سي مع في التيمت على فاي، صح؟ او في التيمت مع فاي في سي، بكل نفس الشيء. فلو ضربت الفي سي هذه الصغيره بالفاي بيطلع معك فاي في سي بتساوي 0.75 في 4675 بتطلع 3506 كيلو نيوتن. اذا قدره تحمل هذه القاعده اللي سماكتها 620 ملي للاختراق 3506 كيلو نيوتن. طب العمود نفسه كم بيعمل قوة اختراق؟ فإذا فاكر بي ألتيميت اللي هي قوة الاختراق هي اللود اللي على الكولوم تطرح منه البريشر اللي تحت الكريتيكال زون اللي تحت أني اللي هي يعني في داخل هذه المساحة، اللود اللي على الكولوم داون وورد، صح؟
صح اللود اللي على الكولوم داونورد الى اسفل، لكن هذه الزون من شرح ماضي بتظلها موجوده مع العمود وقت ما انه العمود يخترق القاعده. اذا بامكانها تطرح اللود اللي داخل هذه الزون. بس افرض ما طرحتوش، عادي جدا، بس بتكون بالسيف سايد. يعني انا ما عندي اي مشكله انك تقول بي التيمت اللي هو قوه الاختراق هي 2959 كيلو متر، عادي. فلو بدك تطرح، احنا بحالتنا بيطلع اوكي، لانه البي التيمت 2959 والكباسيتي 3506، اذا اس 120 خير وبركه. تمام؟ لكن انا بطرح لك كعلم يعني. فلذلك شو بدك تطرح؟ البريشر في المساحه اللي داخل الكريتيكال زون. المساحه اللي داخل هذه الكريتيكال زون طبعا 1.07 ضرب 1.07، هاي المساحه صح؟ اللي هي 1.15%. طب قديش البريشر تحت القاعده؟ كيو التيمت هو اللود بي التيمت ل 2959 على مساحه القاعده 2.8 تربيع، ف 377.4. اذا اشتغل هون، فاللود اللي بسبب البانشنج هو اللود اللي على الكولوم 2959 ناقص البريشر اللي تحت القاعده كيلو نيوتن لكل متر مربع في المساحه اللي تحت العمود 1.15%. فبيطلع معك 2525 اقل من 3506 كيلو نيوتن، يعني اوكي. طبعا من هذه الجمله، فقط من هذه الجمله قبل ما تنزل على اي صفحه، ينصح بتقليل سماكه القاعده. صح ولا مش صح؟ الكباسيتي 3500 مظبوط، اللود 2500، مش في فرق؟ صح ولا لا؟ فرق مليح يعني 2500 ل 3500. إذا من ناحية بنشنج شير القاعدة فيها زيادة من ناحية سماكة. طيب طبعا ما بتقدرش تحكم حتى الآن، لازم تشوف الوايد بيم شير أو الشير العادي يعني. الشير العادي كالمعتاد ومن شرح ماضي كانت ليفر فيه، فاكر؟ مربع في النص، قاعد على مربع كبير اللي هو القاعدة، يعني صار في كانت ليفرات على الداير. من الشكل الماضي طول الكانت ليفر 1.175 متر. فإذا فاكر الشير هو اللود اللي هو البريشر، يعني 377.4 البريشر على المتر المربع في طول الكانتليفر، طول الكانتليفر ال1، لكن سامح لك الكود ترجع دي، فاكر؟ لذلك في التيمت الديستانس دي هي 209.5 كيلو متر. تمام؟ في التيمت الديستانس دي 209.5 كيلو نيوتن. هذا اللود الخارجي. طيب كم الكباسيتي؟ الكباسيتي من هذه الفورمولا، اذا انك فاكر فاي في سي، فاي في 0.66، لامدا اس في لامدا، رو دبليو قوه ثلث، جذر اف برايم سي، بي ويب في دي. من شرح ماضي مسموح لنا بالفوتنجز الفا اس لامدا اس 1 ولامدا 1 عشان نورمال ويت كونكريت، اف برايم سي 28، بي ويب شريحه ما هي متر دائما، بي ويب 1000، والدي 620. بضل الرو بدنا نستخدم المينيموم، ماشي. طبعا بامكانك زي ما ذكرت سابقا، انت لو بدك صمم فليكشر وطلع رو الحقيقيه، تمام، طبعا بكون ادق، لكن هون انت بتكون بسيف سايد، صح؟ رو دبليو هي الشرينكج ستيل او المينيموم 0.18 اتش على دي اذا فاكر، يعني 0.02. عوض في هذه الفورمولا فاي 0.75 في 0.66 في 1 في 1 في 0.002 قوة ثلث، جذر 28 في 1000 620 على 1000 بيطلع معك 205. الخرساني بتحمل 205 بس عليها لود، عليها شير من اللود الخارجي 209. لاحظ الكباسيتي 205، اللود 209، اذا نوت جود ولا لا؟ صح، بس هي نوت جود، بس مش نوت جود يعني على الاخر، لانه 205 210 فرق 5 كيلو نيوتن. فانا شو كاتب هون؟ لازم نكبر. فكتبت 4H 750، احنا كنا كاتبين فوق كل حساباتنا ل H قديش؟ 700، ول D كانت 620، يعني انا هون كبرت سماكه القاعده 5 سنتي 50 ملي، ورجعت اعوض 5VC. تمام؟ رجعت اعوض 5VC، فلذلك ال 5VC بتساوي عوض مرة ثانية بيطلع 222، يعني بدل 205 222.
طبعا بدي لك الدقه هذه 209 برضه بتكون صح. ليش؟ شيء هال 209 عوض بدل دي من 0.62 0.67 هذا بتكون. يعني باختصار ال 700 مش كافيه فبدها 5 سم زياده تمام، هي طلع الوضع اوكي. شاف 222 اكبر من 710 فاوكي. اذا قاعدتك سماكتها 750 ملي. اذا لاحظ هون اللي حكمك في القاعده الوايد بيم شير او الشير العادي وليس البانشينج شير تمام. يعني البانشينج زي ما شفت كانت القاعده سماكتها فيها زياده، لكن هون على الحفه يعني شاف 222 210. اخر نقطه بدنا نسلح هذه القاعده يعني ديزاين فور فليكشن. طبعا اذا فاكر القاعده هي كانتليفرات على الدائره، فاذا المومنت في الكانتليفر دبليو ال تربيع 2 صح. اذا كيو التيميت في ال 1 تربيع 2، ال 1 اللي هي الكانتليفر اذا فاكر، فهي البريشر اللي هو بي التيميت على مساحه القاعده 377.4 في الكانتليفر 1.175 تربيع 2 بيطلع المومنت 260.5 كيلو نيوتن متر. اذا اكبر مومنت على وجه العمود او في نهايه الكانتليفر يعني 260.5. هاي الفورمولا تبعت رو من شابتر يعني قديم، 85% في برايم سي على اف واي في 1 ناقص جذر 1 ناقص 2.61 في المومنت 260.5 في 10 قوه 6 على عرض الشريحه متر في دي تربيع اف برايم سي بيطلع 0.016. طبعا ال 0.016 هي اقل من 0.18 صح؟ فال AS minimum هي 0.018 B في H، فإذا 0.018 في 1000 في 750 يعني 1350. أكيد ال AS minimum طلع أكبر من AS صح؟ لأنه هذا 0.016 تنضرب في B في D، بس هذه 0.018 في B في H، فأكيد AS minimum هون اللي حكمه. إذا معناه صح اللي احنا هون عاملينه تماما. رو دبليو هذه ال 0.018 100% صح مظبوط؟ عشان حكيت قبل شوي إنه انت بامكانك تروح للفليكشر اول شيء تشوف الرو المضبوطه بعد ترجع هون. اذا لو رحت نفس النتيجه طالعه صح. هون استخدمت 0.018 وهون شو استخدمنا 0.018، فاذا الحديد 1350 ملم مربع للمتر. يعني كل متر باتجاه اكس او اتجاه واي المتر الواحد في حديد سفلي 1350 ملم مربع من شرح ماضي. ال 1350 ملم مربع لكل متر بيطلعوا بار 16 كل 150 ملي تمام، 1.16 كل 150. هسه الحديد العلوي قبل ما نشوف الشكل، الحديد العلوي احنا بدناش اياه لكن استخدمه للتمدد والتقلص، وقلنا لك بشرح ماضي انه نسبه الحديد الشرينكج هي 0.018، تقدر تحط نصها فوق نصها تحت. هسا النص اللي تحت انت ما انتك حاطط حديد، اذا شو بضل النص اللي فوق. اذا كتبت لك اي اس توب هي نصف الشرينكج 0.018 على 2 في بي في اتش بيطلع 675 يعني 1.12 كل 150. معناها قاعدتنا فيها حديد سفلي باتجاه اكس واتجاه واي 1.16 كل 150 حديد سفلي، وفيها حديد علوي برضه بالاتجاهين 1.12 كل 150. كل قاعدة بترسم لها شكل زيها تمام. فلذلك مشروعك افرض فيه مثلا اربع قواعد مختلفة بتبين لي رسمة كل قاعدة زي ما انت شايف. طبعا بتغلبك انت الرسمة الاولى بعدها خلص، ما انت كخبير اوتوكاد ولا لا كوبي واكستند وستريتش ومش عارف ايش، يعني كله بثواني يا سيدي دقائق. فكل قاعدة برسم لها ابلان ويستحسن كلهم تحت بعض، يعني هذا سيكشن اسقاط للابلان مد خطوط شاطر هذه شغلتك. اذا في بلان ماشي، وحكينا سابقا انه في باطون نظافي شايف، يعني اول يعني اول ما احنا نشتغل بنحفر القاعده وبنصب تحتها 10 سم، بعدها بنحط الحديد وبنطبر وبنصب الباطون. لذلك هي البلان، هاي دايركشن، وطبعا هذا بلان وهذا كروس سكشن، هاي 0.1 0.1 اللي هو قديش خارج باطون النظافي على حدود القاعده،
وهي الكانتليفرات 1.175 0.45 اللي العمود و 1.175 هذا الحكم بهذا الاتجاه. باتجاه اكس هي هنا هون حاططهم تحطهم هون اخرى مره برجع لك تمام نفسهم يعني هذول الابعاد نفسهم للقاعده المربعه. وهون طبعا اكيد القاعده لازم تدفنها داخل الارض. فلذلك انا مثلا مفترض انه عمق التاسيس متر ونص يعني الحفر حافرينهم متر ونص. هاي صبينا بوينت 1 اللي هو باطون نظافه والقاعده بوينت 75 وهون طمينا تراب تمام؟ لانه انت بتعرف كيف بيتم الحفر للقواعد يعني احنا في الواقع هاي التراب صح؟ بالواقع هيك بتحفر انت هيك الحفره بتكون مظبوط؟ بعدها بتصب باطون النظافه ماشي؟ طبعا في ناس بصب باطون نظافه على كل الحفره يعني ممكن تكون اكبر من 10 سم بس احنا نرسم لك الحد الادنى 10 سم. بعدها البنا بطوبر ماشي خشب صح؟ الطوبر يعني الحفر لازم يكون كافي للطوبار. بحط الحديدات ماشي وحديد العمود طبعا اكيد. وبصب القاعده لعند هون مظبوط؟ بعدها بطوبر للعمود تحت مستوى الارض. بعد فترة طبعا بفك الطوبار لما انشف الباطون بطن تراب هون صح؟ فبصير الارض كلها ليفل ببين بس اللي هو ايش؟ جزء العمود. طبعا انت كمعماري بتحدد ليفلز مفهوم يعني ليفلز هو الاصل صح انشائي ماشي بس من نواحي يعني استخدام ستراكشر انت اللي بتحدده تمام؟ فلذلك بدك ترسم انت زي ما انا رسمت لك كل قاعده لها هيك. هاي بوتوم ستيل فاي 16 كل 150 لاحظ السهم محطوط على الحديد الخط اللي هو يعني باتجاه اكس والدائره محطوطه على الدوائر هذول الصغار يعني الحديد اللي في هذا الاتجاه واي. بوتوم 1.16 كل 150 وتوب 1.12 كل 150. طبعا مشروعك حسبت لي اطوال القضبان بسيط ما بدك برجع لك يعني مع العلم انك بتعرف يعني مثلا هون المترين وثمانين شايف مترين وثمانين قديش هذول القضبان اتحادات اطوالهم انت طبعا في شابتر درسته سابقا ولا لا ديفلوبمنت لينث. طبعا المسافه من الحفه للحفه 280 اطرح كفر كول 5 سم 5 سم هاي 2.7 المسافه الافقيه. هسه هذا الهوك من جدول تقريبا هي 16 قطر الديميتر للبار تقريبا يعني احنا القضبان هذول 16 ف 16 في 16 256 كل 300. اذا بتقدر تقول انا بدي هون خط مستقيم 2.7 هون 0.3 دائما الكود بيعطيك الحد الادنى يعني طلع معنا 0.256 لك اياه 2.25 ماشي لكن احسن دائما ازيد يعني بتكبر الوضع. فلذلك شايف انت اصلا يعني اذا انت مزاجك رايق ويعني وحبيت الشغله هذه فلذلك بترسم الحديده هذه برا يعني جنب القاعده وبتكتب تمام هون ال قديش 3.3 متر مضبوط ولا لا؟ اذا صاحب الدار او المقاول او كذا بنشتري الحديدات. وحتى اليوم زي ما بتعرفوا في يعني معظم التجار عندهم ماكينات ثني حديد مش زي الماكينه اللي احنا ورجيناك اياها بالصوره اذا انك فاكر ماكينه يدويه يعني بالايد الواحد بثني الحديدات. لكن في الـ في المحلات بيع الحديد عندهم يعني كهربائيات يعني بثواني. لذلك انت تكون راسم هذه القاعده راسم هذه القضبان هيك وعددهم. هسه لو قلنا لك مثلا قديش عددهم؟ كم واحد هذول؟ فانت بدون تفكير زائد قديش طول المسافه كامله؟ 82 قديش المسافه بين واحد وواحد؟ 150. اذا قديش عدد القضبان؟ 2.8 على طبعا بدير بالك على اليونتس مفهوم على 0.15 صح؟ مسافه كامله على المسافه
المسافة كاملة على المسافة ما بين بار وآخر. فهي 2.8 تقسيم 0.15 طلع الجواب عندي 18.7 يعني 19 بار 19. إذا معناها هون لو بدنا نقول لك قديش عدد القضبان، لك تعرف هذه القاعدة مربعة 19 باتجاه X و19 باتجاه Y تحت، صح؟ 19 باتجاه X و19 باتجاه Y، فوض الواحد منهم 3 و3 بالعشرة قطر 16، وفوق نفسهم 19 باتجاه X 19 باتجاه Y، وطول الواحد فيهم 3 و3 بالعشرة وقطر شو 12. وبتقدر ترجع لشابتر سابقا شرح لك تعرف لقديش وزن هذول الحديدات، مظبوط؟ مفروض يعني ماشي. فلذلك هذا يا جماعة يا محترمين القاعدة، شايف هذا يعني مش راضي الماوس ينزل. ليش مش راضي الماوس ينزل؟ لأنه هذا نهاية الشرح. لذلك إحنا يا جماعة يا محترمين بهذه المحاضرة بنكون أنهينا المشروع. أنا هون صممت قاعدة واحدة، أنت طبعا بتكمل بقية القواعد، بعدين أنتم عندكم عملتوا جروبات مهندسين اثنين أو ثلاثة، قسمتوا حالكم مجموعات، تمام؟ فبتقسموا الشغل يعني وتفهموا المشروع على أكمل وجه. فبهذه المحاضرة بنكون أنهينا المادة كاملة، ويعطيكم العافية.